بره. طبعا دي حاجة من الحاجات اللي انتوا طول الوقت بتبصوا عليها، والانتربريتيشن بتاعتها مش سهلة. الالجوريزمز دول متعبين من البداية، اسمها سيريز ولا ايجيز، مش ايجيزي، اسمه ايجيز ايجيز بتاعه. كلمة بلاجيوريزم دي انتوا عارفينها؟ المايك ليه المايك؟ عشان وراك بلاجيوريزم، بتاعت بلاجيوريزم دي مناسب. بس انا بقول لكم انا خدت الورقه دي من الكتاب، ازاي احنا بنصور كده؟ طب انتوا رجعوا لنا كده. للاسف المره اللي فاتت ما كان عندي، كنت تعبان جدا ما كنتش قادر. فنبتدي بقى. طبعا الاي بي جيز بيتعملوا اساسا حاجتين، يا اما الواحد عاوز ياسس الاسيد بيز، يا اما عاوز ياسس الجاس اكستشينج. فنبتدي بالحته الاسهل اللي هي الاسسمنت اوف جاس اكستشينج. هنعمل تيست صحيح او تيست صحيح المره الجايه، بس انتوا عليكم بقى من هنا وطلع كل سبحان الله مكتوب اي بي جيز، تقروها وتشوفوا ده ايه. طبعا لو كنا عن اساس الجاس اكستشينج هنبتدي بالبي اي او 2. كلكم عارفين البارشل بريشر بتاع الاكسجين في الدم كام؟ مكتوبه نورمال فاليوز اهي، مكتوبه يعني اكثر من 80، من 80 ل 100. وطبعا المليمتر ميركوري دي يونت، ما فيش ميكروفون مش كده؟ ما حد يقول المليمتر ميركوري دي يونت لما نقيس هي التنشن اي مور يقيسوا بالايه؟ بالكيلو باسكال. لا بالباسكال، الكي بي اي الباسكال اللي يونت بتاعت التنشن هي الباسكال، الكيلو باسكال اللي هي الكي بي اي بيبقى اكتر من 10 كي بي اي، لكن المليمتر هي المعروفه. فكنا نبتدي بالبي اي او 2، نبتدي بالتنشن بتاع الاكسجين، ويبقى هيطلع حاجه من اثنين. ما هو لو هاي هاي ده مش هتكلم عليه، هتكلم على انه يبقى هاي ولا رايح على فنتليتر يعني، بس كنا هنتكلم على لو او لا. الالجوريزم مش سهل قوي يعني، الواحد قعد وطبعا مرتين ثلاثه خلاص يبقى واطي، يعني البي او 2 واطي. السؤال بعد كده ايه؟ بعد كده اكيد السي او 2 اخباره ايه؟ في السي او 2 اخباره ان السي او 2 بعدين من كده من 35 45 مليمتر مركري. صباح الخير. دي موجوده دي مش صغيره ولا ايه؟ وموجوده تاني لو اي حد عنده الورقه موجوده متاخره. فاذا كان ال بي اي سي او 2 واطي ده زي ما مكتوب كده يبقى تايب 1 سبليت انفيرمنت، اللي هو عين عنده اوكسجينيشن وحش فبيهايبر فنتليت يقوم يغسل الكربون دايوكسيد، مفيش يعني حاجه فيها مشكله كبيره. On the other hand لو كان ال بي اي سي او 2 يعني كربون دايوكسيد هاي يبقى ده طبعا عنده ريسبيرتوري تايب 2 اللي هو يعني عنده فنتلاتري بروبلم، كربون دايوكسيد ريتنشن لاي سبب من الاسباب. فبقى عاوزين نشوف اذا كان كومبنسيتد ولا لا، او اكيد ولا كرونيك يعني. فهم شوفوا الباي كار، كلكم عارفين الباي كار طبعا كان قدام 20 28 ملي مول. فلو كان الباي كار هو عنده ريتنشن للكربون دايوكسيد، فلو كان الباي كار عاليه اي هو كده كومبنسيت يبقى كرونيك، لو كانت مش عاليه يبقى اكيوت. بتعملوا اي جيز بتالي طول الوقت، بتعملوا اي جيز يعني ستاندرد مرضى وبراكتس ان الواحد ياسس الاي جيز
زي ما تعرفين تاخدوا سامبل لازم تبقى بكتيريا. كتير لو عايزين نعمل جاس اكسشينج، لو عايزين نعمل بي اتش كونفرنس مش مشكله قوي، لكن لو كنا عايزين نشوف الجاس اكسشينج اكيد لو عايزين نبقى كتير، لو كنا عايزين نشوف البايكار ممكن قوي تبقى زي تبقى فينوس بالظبط كده. فاذا كانت ارتيريال سامبل وكانت السرينج بتبقى زي ما تعرفين تبقى هيبرنايز، تبقى هيبرنايز وتبقى انيروبيك، مش عايزين فيها اي اير بابلز، والمفروض تبقى كابت كولد على ما الواحد يوديها لللاب عشان يعمل فيها الجاس تشينج اناليسيز يعني او البي اتش. في حتت كثيره بتبقى سرينج اوريدي كيت يعني جاهزه للحكايه دي، لكن احنا ساعات بنقعد بقى نجيب السرينج وناخد فيها هابرن ونمشيه، لكن في كيت بتبقى جايه فور نطير بقى جاس سامبل تبقى اوريدي هيبرنايز ولها كده حاجه تقفل السرينج عشان ما تدخلش فيها هوا. ده اول جزء اللي هو الاكسون واطي، ده الاكسون قصدي واطي بيبقى بعده اوكسجين وبعده كارب مونوكسيد وبعده باي كارب وعادي اساس الجاس اكسشينج. المواد دي اساس الجاس اكسشينج. الناحيه الثانيه في الاساس بتاعت البي اتش، اذا كان الاكسجين واطي يبقى حاجه ثانيه نبص على الكربون دايكسايد، اذا كان الكربون دايكسايد واطي كمان يبقى ده نوع السبيرت انتيرمنت اللي فيه دي اوكسجينيشن، يوم بقى فيها هيبوكسيد ومن السبيرت سامبل يشتغل اكتر يوم بيوش الكربون دايكسايد. اما اذا كان الكربون دايكسايد عالي يبقى ده عنده، وفي الحاله دي هيبقى البي او 2 يا اما نورمال يا اما واطي شويه زي ما قلنا الاول، فيبقى الخطوه اللي بعد كده هنشوف اذا كان الكيتي تقدر كومبنسيت بالبايكار ولا لا، مش هنعرف هو كيف ولا كار. اذا كان الكربون دايكسايد سايد عالي يبقى المفروض عشان يبقى كومبنسيتد يبقى البايكارب يعلى، يبقى لو كان البايكارب عالي هو كمان يبقى ده كرونيك، ولو كان لسه مش عالي يبقى ده اكيوت مش كومبنسيتد. الناحيه الثانيه بقى اذا كان الكربون دايكسايد قصدي الاكسجين مش واطي، مش كده مش واطي بالنسبه لبي او 2 لو نو، يبقى هنشوف برضه بي اس الكربون دايكسايد، وطبعا لو طلع نورمال يبقى مش بالعافيه يعني العين تعبان خلاص يبقى نورمال جاس تشينج، يعني ذا بي او 2 از نوت لو اند ذا كربون دايكسايد از نورمال يبقى ده نورمال جاس تشينج طبيعي. والارقام معروفه، ارقام معروفه احنا لسه قايلينها انتوا الكربون دايكسايد من 35 ل 45، لكن من 4.7 تو 6 من 4.5 to 6 بالظبط. اذا كان الكربون دايكسايد عالي والبي او 2 مش واطي، ما ده زي ما كنا لسه هنقول برضه ده تايب 2 ستيت امبيرمنت اللي هو فيه فنتلاتري بروبلم، الفنتلاتري بروبلم ممكن تبقى مأثرة كربون دايكسايد بس مش مأثرة اكسجين. الفنتلاتري بروبلم الفنتليشن ياثر على الكربون دايكسايد، الفيوجن هو اللي بيأثر على الاكسجين، لكن الفنتليشن ياثر على الكربون دايكسايد قبل الاكسجين. ففي احتمالين، يا اما يبقى الستيت بتاعت وحشه قوي لو الاكسجين كمان واطي اللي احنا بنتكلم ليها، يا اما يبقى لسه الاكسجين ما واطيش. يعني انا بقى في واحد عنده فنتلاتري بروبلم عنده كربون دايكسايد ريتنشن اكتر من عنده هايبوكسيا، يبقى عنده هايبوكسيا يبقى دي اوريدي في الحته الاولانيه، لكن في احتمال ان يبقى بيريتين كربون دايكسايد ان ما يكون عنده مشكله اكسجين. يعني اذا كنا بنتكلم على ديفيوجن ديفكت، الديفيوجن اثر قوي على الاكسجين كبدايه، اذا كنا بنتكلم على الفنتلاتري بروبلم السنتر مش عارف يتحرك ولا الايروي اوبستراكتد ولا المسلز والاوبيزيتي والكلام ده كله بيأثر على الكربون دايكسايد الاول. اكيد طبعا اثر الاكسجين، اثر الاكسجين يبقى الاكسجين لو، لكن ذير ستيل ا كيس ان يبقى الاكسجين نورمال والكربون دايكسايد بس هو اللي عالي. معروفه مش حاجه غريبه يعني.
حتى انتوا عارفين في الانستيزيا بيعملوا مونيتورنج اللي هو الانتايبر كارمن اوكسايد الكابنومرفي، ودي اللي بياخدوها از ايفيدنس اوف اوبستراكشن للاير واي. فده ممكن انا كنت لسه بقولها بس ما كانش ينفع اقولها في الاول، لان في الاول كنا بنقول البي او 2 لو بس هنا البي او 2 نورمال. لو طلع كارمن اوكسايد عالي يبقى ده تايب 2 ريستريت امبيرمنت. يبقى السؤال تاني، هما ثلاث خطوات في طبعا بالاوكسجن بعد كده الكربون ديكسيد بعد كده باي كار، لكن باي كار نرجع تاني الكربون ديكسيد عالي يعني عنده ريسبيرت اكسيدوزز، يبقى اكيد هي كومبنسيت انها بتدين الباي كار. اذا كان الكربون الباي كار عالي الكرونيك، اذا كان لسه مش عالي يبقى ده اكيوت. دي سهله، اذا كان في الكربون ديكسيد نورمال يبقى ده نورمال اوكسجين جاس اكسشينج. كانت يعني في الاول بتبدو صعبه كده، مهاش يوزر فريندلي قوي، عاوز شويه تفكير. بعد شويه هتبقى سهله قوي. بعد كده لو لقى ان الكربون اوكسايد واطي يبقى ده ايه بقى؟ الكربون اوكسايد واطي في الروت اوكسجين نورمال بالظبط، يبقى ده هايبر فنتريتنج. هو اذا كان دي هايبر فنتريتنج مش هيقص، مش يعني اذا كان هايبر فنتريت الاكزامبل هو الناس الهستيريكال دول هيبقوا الاكسجين عندهم مش هيبقى في مشكله، فهم هيوش الكربون دايكسيد. ده الكلام اللي احنا لسه بنقوله ان الفنتريشن اثر كربون دايكسيد ما اثرش على الاكسجين، لكن الديفيوجن اثر اكسجين ما اثرش على الكربون دايكسيد. طبعا في الاخر هيبقى كله متاثر. فاذا كان هايبر فنتريتنج يبقى ممكن احسن ده يكون ابتدى بحاجه ميتابوليك، يبقى يعني نشوف الكربون دايكسيد قصدي باي كار. طبعا هي ثلاث خطوات، اول خطوه اللي هي الاكسجين، بعد كده الكربون دايكسيد، بعد كده باي كار. اذا كان باي كار مش واطي يبقى ده بلاين هاب فنتريشن، واذا كان واطي يبقى ده ممكن يكون سكندري تو ميتابوليك اكسيدوزز. انتوا عارفين كلكم الكومبنسيشن بتاع ميتابوليك اكسيدوزز بالكوزموس بيلينج والكلام ده. في بس احتراز كده انه الحتة دي بدل ما تكون ساكن دارك ازول ممكن تكون رابط هايبر فنتليشن بميتابوليك كومبنسيشن. ممكن بيقولوا دايما ان الواحد يعرف البرايمري اسيد بيس بروبلم بان يبص على البي اتش، ان عمره بيبقى فيه اوفر كومبنسيشن. ايش قال فيه اوفر كومبنسيشن؟ فالواحد عاوز يعرف ده كان بيتكلم بحاجه ميتابوليك قصدي اسيدوز ولا كالوزز اللي وصل بي اتش ما بيبقاش فيه اوفر كومبنسيشن. فدي اول حاجه اللي هي الجاس اكسشينج. صعبه ولا ايه؟ ما انتوش الجنب الشمال تاني اللي هو الاكسجين مش واطي، الاكسجين مش واطي والكربون دايكسيد طبيعي يبقى ده نورمال. لو الكربون دايكسيد اكسجين طبيعي والكربون دايكسيد عالي يبقى ده فاكتور سبيريتوري امبيرمنت، يبقى اكيوت ولا كرونيك. اذا كان الكربون دايكسيد واطي يبقى ده بهايبر فنتليت، الكربون دايكسيد واطي والاكسجين طبيعي يبقى بهايبر فنتليت، ويبقى حسب المايكار عامل ازاي. لو البايكار قليل البايكار قليل يبقى ده ميتابوليك اسيدوزز وده الريسبونس بتاعه. لو البايكار طبيعي يبقى ده واحد ابتدى بهايبر فنتليت برايمري. دي طبعا لو عنده كرونيك هايبر فنتليشن، لو عنده كرونيك هايبر فنتليشن هي بتقع في الحته اللي عندها النجمه دي ولا عندها الضغط دي، ان ممكن تبتدي البايكار دي يقل. فيبقى ده زي ما بيقولوا يبقى كرونيك هايبر فنتليشن ميتابوليك كومبنسيشن. الناحيه الثانيه بقى الورقه مش هايله، بس انت في طبعا فرق بين اسيدوز والكالوزز والكالينيا واسيدينيا مش كده؟ يعني الكالوزز والاسيدوزز ذا تندنسي تو تشينج الكالينيا واسيدينيا يعني اكشوال تشينج في بي اتش اوف ذا بلاد. في فرق بين واحد عنده ما نقعدش نقول الكالينيا واسيدينيا، ما نقعدش نقول لهم هما كلمتين اعقد.
بس الالكالينيا يعني فعلا البي اتش بقت تورزي الكالاتيك سايد او بقت الكالاتيك فعلا، لكن كلمه الكالوزز هي السيف بتاعت ان يبقى البي اتش بتاعتنا الكالاين. الكالوزز دي كلمه كيميائيه، الكالينيا هي الابلكيشن بتاعتها للدم. فلو ابتدينا بالبي اتش انتوا طبعا كلكم النورمال بي اتش بتبقى متراوح ما بين كام وكام؟ انا مكتوب مكتوب هنا 7.35 ل 7.45، لكن ازاي بيقولوا بالظبط كده من 7.36 ل 7.44، يعني ارقام قريبه قوي من اللي هم مكتوبين دول، مش هيحصل مشكله كبيره. فلو ابتدينا بالكالينيا يعني بي اتش مور ذان 7.45 تبقى الكالينيا، يعني احنا بالاساس الاسيد بيس ستيت، بس لما نلاقي اول حاجه نعملها نبص على البي اتش عشان نشوف رقمها ايه. لما كنا من الاساس في ورقتين، في ورقه يا جماعه، في ورقه تعالوا خدوا ورقه، لو انتم ما معكوش ورقه يبقى صعب عليك تقدر تطبع حاجه من غير ورقه. الورقه دي مكتوبه في الكتاب مش ورقتي، فانا مش عايز ابقى سارقها. لما الواحد ياخد يعني نظريا عشان كنت مسابقه الورقه دي كنت لازم اكلم المؤلف اقول له بص انا صور ورقه عشان ما بقاش بعمل سرقه ولا شيطان. لو احنا اتكلمنا كده يبقى ممكن ندين كل المكتبات دي وندين كلنا المكتبات دي بالصحبه والتسويق اللي بيحصل ده. لازم لازم ولا لا كنت تبقى لسه الكتاب بتاعه يعني كوبي رايت او ضاع. البي اتش اللي اكتر من 7.45 هتفضل بعد كده نبص على الكربون سايت الارتيريال تنشن بتاعه وهنشوف اذا كان لو ولا لا. الالجوريثم ده اعتقد محتاج موديفيكيشن، زي ممكن واحد يبقى موديفايد ان هو هنا لو وبعدين نو، يعني هو ممكن يقول عشان كده دبل نيجاتيف يعني. فلو ما كانش واطي او خليها لو كان واطي الاسهل، لو كان واطي يبقى ده ريسبيراتوري، المشكله فيه ريسبيراتوري. يبقى بعد كده عاوزين نشوف اذا كان اكيوت ولا كرونيك، يبقى نعمل البايكارب ونشوف اذا كان واطي. البايكارب يبقى بارشي كومبنسيت، اذا كان نورمالي ان كومبنسيتد ان هو لو الكربون دكسيد واطي المفروض البايكارب عشان يصلحه يوطى، ولو كان نورمال يبقى ان كومبنسيتد، ولو كان هاي يبقى ميكس. عاوزه تمرين، انا هشتغل منكم اي سي يو ولا هشتغل منكم ان شاء الله ولا هشتغل منكم انستيزيا، يبقى الكلام ده بالنسبه له ديلي براكتس. بعد شويه مش بتاخد تفكير بس هي متعبه، عاوزه كده تركيز فيها شويه. لو البي اتش قصدي لو البايكارب مش واطي، مش واطي يعني عالي او لا، ما هو مش واطي يعني عالية لا. طبعا ممكن كان الواحد يبتدي يكتبها بالكربون دايوكسيد يقول نورمال لو هاي، اللي كده بتحتاج تفكير اكتر. از از ذا بايكارب هاي؟ نو، البايكارب مش عالي. يعني احنا بايه؟ يعني الراجل البني ادم ده الكاروتيك وال بي سي او 2 بتاعته مش واطيه وهو الكاروتيك والبي سي او 2 والبايكارب مش عالي، يبقى ده ميكس ريسبيراتوري ميتابوليك. لو كان البايكارب بتاعه عالي يس، البايكارب عالي والسي او 2 مش واطي، يبقى ده ميتابوليك الكالوزز. مش كده؟ هو اللي مخليه عنده الكالينيا عند البايكارب عادي، يبقى ده ميتابوليك الكالوزز. ويبقى نرجع نشوف البي سي او 2 بتاعه هاي ولا نورمال. لو نورمال يبقى ان كومبنسيتد، لو هاي يبقى بارشي كومبنسيتد او يبقى كومبنسيتد. يعني ممكن انتوا تقعدوا تتفننوا فيها
وتصيغه الجوريزم جديد. عاوز الواحد كده هو قاعد في البيت فاضي يقعد انت حضرته انترفيشن اي بي جيز قبل كده؟ لا خدتوا وانتوا جراديويتس بوست جراديويت خدتوا انترفيشن اي بي جيز؟ ازيك يا عم انا لسه صباح الخير ازيك؟ فاحنا كنا لسه في الحته اللي هي كنا قاعدين نقول ان في فرق بين الالكالوزز والالكالينيا. مش واطي بس
لو طلع نورمال يبقى ان كومبنسيتد، لو طلع هاي يبقى بارشال كومبنسيتد. لو الكارب، لو الكارب مش عالي الكاريميا والكربونكسيد مش واطي والكارب مش عالي يبقى ده ميكس سبايراتري متوسط. الحته اللي في الوسط اللي هي لكن انت محمد مش كده؟ محمد بيقول فعلا ان في ايكويشنز معروفه لزيادات البي اتش بالنسبه البيور بالنسبه لزياده البايكارب او الكربونكسيد. نقولهم هجيبهم لكم. فالنورمال بي اتش لو طلعت نورمال بي اتش يبقى نورمال بي اتش، بي اتش طلع نورمال. طبعا ده ممكن تبقى يا اما ده نورمال يا اما هو حصل له كومبنسيشن فول كومبنسيشن. لو كان الكربون دايوكسيد والبيكار نورمال هما كمان خلاص مش بالعافية، يعني مش لازم نحط عليه ليبر بتاعت اسيد بيز ريجيمنت، خلاص يبقى بوثر نورمال، يبقى نورمال نورمال اسيد بيز بي اتش نورمال، كربون دايوكسيد نورمال، بايكار نورمال، ده نورمال اسيد بيز. التلاتة طالعين هنعمل التلاتة نشوف التلاتة. لو الكربون دايوكسيد او البيكار عاليين، لو الكربون دايوكسيد ايذر الكربون دايوكسيد ولا الكارب ار هاي يبقى ده وهو نورمال ونورمال بي اتش وده وده عاليين يبقى هو كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزز كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزز معكوسين طبعا. يعني واحد عنده نورمال بي اتش وعنده الكربون دايوكسيد بتاعه عالي يبقى ده كومبنسيتد ميتابوليك بالظبط، يبقى ده كده ايه؟ كومبنسيشن ميتابوليك. اه لو كان طلع البايكار بتاعه يا كارب نفسها يا بايكار، يبقى لو واحد منهم عالي عالي يبقى ده كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزز يا اما كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزز. ريسبيراتوري اسيدوزز وكومبنسيتد او ميتابوليك الكالوزز وكومبنسيتد. لو طلعوا لو، لو اي واحد منهم طلع لو يعني يا الكربون اكسايد واطي، الكربون اكسايد واطي اما البايكارب واطي يبقى كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزز او كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزز. بيقولوا ما يحصلش اوفر كومبنسيشن، بيقولوا ما يحصلش اوفر كومبنسيشن. ف الواحد بيجي ويشوف is the pH less than 7.4 عشان يعرف ايه البرايمري ايفنت، عشان يعرف هو ايه البرايمري ايفنت اللي حصلت. فاذا كان ما بيحصلش اوفر كومبنسيشن، فاذا كان ال pH less than 4.7.4 less يعني less yes تبقى دي صح دي ولا غلط؟ إذا pH less than 7.4 يبقى لايكلي صح تبقى برايمري اسيدوزز صح، لو لا تبقى برايمري اكلوزز صح. لان ما يحصلش اوفر كومبنسيشن فيبقى بالظبط يقرب بالظبط ما يحصلش اوفر كومبنسيشن يبقى صح، يبقى الكلام فعلا صح. إذا pH less than 7.4 لو pH less than 7.4 تبقى دي اسيدوزز، لو اكثر تبقى اكلوزز. اه مش less than 7.4 يعني مستصعبين. اه هي صعبه، انا مستصعبها يعني، انا لسه صعبه. محمد مين انت مستسهلها؟ طب كويس. طيب يبقى مين هيشتغل عليها؟ مين هيفكر فيها كده ويحط لنا الالجوريزم اسهل اذا كنتم مستصعبين الالجوريزم ده؟ يبقى نعمل واحده ثانيه. نبتدي نعمل واحده ثانيه. بتاعت الجاس اكسشينج سهله بتاعتي. لكن بتاعت الاسيد بيس ديتا اصعب. فلو كنتوا هتعملوها تاني انا ويلكم ذات فيري ماتش. الحته اللي فاضله بقى اللي هي لو في اسيدينيا يعني بي اتش لس من 7.35 اللي هو اللي هو اسيدوزز يعني. فالخطوه اللي بعد كده طبعا هنشوف الكربون دايوكسيد. هنشوف الكربون دايوكسيد عالي ولا لا؟ لو عالي يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزز
لو لأ الكارب داي أوكسايد مش عالي، ولو الكارب داي أوكسايد عنده أسيدوزس أو أسيديميا أو الكارب داي أوكسايد واطي يبقى ما ينفعش، يبقى هو السبب. يبقى إذا كان الكارب داي أوكسايد مش عالي يبقى نشوف الباي كارب، إذا كانت الباي كارب واطية يبقى ده متألق عادي مفيهاش يعني مشكلة. وإذا كانت لأ، إذا كان الباي كارب مش واطي ولا الكارب داي أوكسايد عالي يبقى ده فيكست سبايتر ميتابوليك. لو رجعنا بقى للحته بتاعت الميتابوليك اسيدوزز، طلعت ميتابوليك اسيدوزز عاوزين نعرف هي كومبنسيتد ولا لا، هنرجع للكربون دايوكسيد ونشوف الكربون دايوكسيد المفروض يبقى نشوفه واطي ولا لا، مش كده؟ ولا انا بخرف؟ لو واطي ما بقاش كومبنسيتد، لو نورمال يبقى كومبنسيتد. احنا ما حطيناهوش من الاول، من الاول قلنا هاي ولا لا، مش نورمال ولا لا، قلنا هاي ولا لا عشان هي كانت اسيدوزس، يعني لازم الكربون دايوكسيد نشوفه عالي ولا لا عشان هي اسيدوزس او اسيديمي، فالخطر بقى كان نشوف الكربون دايوكسيد عالي ولا لا. لو قلنا نورمال لا تلخبطنا، عشان كده قلناها عالي ولا لا عشان نشوف ده. لو عالي هيبقى واضح بالنسبه للسباراتوري بالظبط، لو لا يبقى نشوف الباي كارب. لو الباي كارب عالي يبقى ميتابوليك، لو لا تبقى ميكس. لو ريسبيراتوري عشان نشوف هي كومبنسيتد ولا لا، لو ريسبيراتوري هنشوف البايكار عادي، هنشوف الاثنين البايكار بس هنا نشوفه بقى عالي ولا لا، مش شفناه واطي ولا لا، لانه هنا الكربون دايوكسيد عالي فاللي هيعوضه هو زياده البايكار. فالبايكار لو طلع عالي ما يبقاش كومبنسيتد، لو طلع نورمال يبقى انكومبنسيتد. مش عارف بالتالي دي اسهل لان دي اكتر واحده بنتعامل معاها الاسيدينيا بي اتش ليس من 7.35. يبقى الفتره اللي بعد كده السي او 2 عالي ولا لا؟ السي او 2 عالي ولا لا؟ لو طلع عالي يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزس ما فيهاش مشكله. عاوزين نعرف هو كومبنسيتد ولا لا، يبقى نشوف الباي كارب. ان الريسبيراتوري اسيدوزز اللي هو الكربون دايوكسيد سايد فيه عالي هيبقى كومبنسيتد فور باي ذا باي كارب، فلو كان الباي كارب طلع عالي يبقى ده يعوض الكربون دايوكسيد بالريتين، يبقى ده بارشال كومبنسيتد. لو طلع نورمال يبقى كومبنسيتد، لو طلع لو يبقى ده ميكس ريسبيراتوري متوالي. اون ذا اذر هاند لو طلع الكربون دايوكسيد مش عالي، مش نورمال، مش عالي ممكن يكون واطي او نورمال مش عالي، يبقى هنشوف الباي كارب. لو الباي كارب طلع عالي يبقى ده خلاص ميتابوليك اسيدوز مفيهوش كلام، عندها عنده اسيديميا والبي سي او 2 بتاعه مش عالي والكربون دايوكسيد بتاعه والباي كارب بتاعه واطي يبقى ده ميتابوليك اسيدوز. ده خطر بعد كده نشوف الكربون دايوكسيد. مين متلخبط قوي؟ احمد لو نزلت اتلخبط قوي يعني لازم الواحد يقعد يصرف مخه نو وين يسمع كده بس. لان هو الاول بص عليه، هو بيقول كربون دايوكسيد عالي ولا لا؟ بيقول بس كده، بيقول كربون دايوكسيد عالي ولا لا؟ هو ما قالش نورمال ولا واطي ولا عالي، هو بيقول بس لو ممكن ياخدها من هنا ويقول عالي ولا نورمال ولا واطي، بس هتلخبطه. ممكن ياخدها من هنا عالي ولا نورمال ولا واطي، ولا عالي ياخد الحته دي بس يرجع برضه يبص على الكربون دايوكسيد. هو عشان كده عامل كده، هو بص على الكربون دايوكسيد يشوفه عالي ولا لا، دي اسيدوزس مش دي اسيدينيا. يعني هو عاوز يشوف الكربون دايوكسيد عالي ولا لا، لانه لو مش عالي يبقى ده مش سباراتري اسيدوزس، يبص على الباي كارب يشوف الباي كارب عالي ولا لا. لو عالي يبقى ميتابوليك، لو فصل بين الاثنين خلاص. لو طلع البايكار مش واطي لو نو يبقى ده ميكس استراتيجي ميتابوليك. لما بيطلع زي ما محمد كان بيقول الحته اللي اتلخبط دي انه بيرجع يبص على البايكار على الكربون دايوكسيد تاني،
يرجع يبص على الكربون دايوكسيد، هو بتاع ميتابوليك اسيدوزز. كان عنده ميتابوليك اسيدوزز. يعني ايه ميتابوليك اسيدوزز؟ يعني بي اتش اسيدوتيك يعني بالظبط، يعني ميتابوليك اسيدوزز يعني البايكارب واطي والبي اتش اقل من 7.35. يبقى عاوزين نعرف الكومبنسيت ولا لا؟ هنبص على الكربون دايوكسيد شوفوا بيتهكر من تريت ولا لا. لو كان الكربون دايوكسيد بتاعه واطي يبقى ده partially compensated، لو normal يبقى ده uncompensated. فدي سهلة سهلة. بس بقى نفس الكلام، لو هنرجع نبص على البايكار معكوسين، نرجع نبص على الريسبيرات، لو الريسبيرات اسيدوز نبص على البايكار، لو طلع عالي الريسبيرات اسيدوزز يعني بيتين الكربون دايوكسيد، يبقى عاوز يتعوض بالتنشن اوف بايكار. يبقى لو طلع عالي يبقى partially compensated، لو طلع normal يبقى ممكن تبتدي تقول بس انتوا انا عاوز ده يتطبق، انا عاوز الاسبوع الجاي اشوف الجوريزم جديد مكتوب. في فرق ايه؟ في فرق بين الواحد اللي بيقعد يحط افكار، في فرق بين الواحد ينفذ. فانتوا خليكم المره دي اكزيكتيف مانجرز، عاوزين تنفيذ، فحد ينفذ البتاع ده ويشوفه هيطلع صح ولا لا. اعملوه لو ده صعب، انا استصعبه. فانت لو تكتبه انت رايح يعني لو مجموعه، بس حد يكتبه مش انتوا تكتبوه خلاص. طيب تكتبوه، تعالوا نعمله ونطبعه، ويبقى من غير بقى غش ولا بلاجيريزم ولا حاجه. بالظبط كده، يبقى تعب يوش كلام. فحاولوا تكتبوه وانا اجيب لكم الاسبوع الجاي برضه اللي هي الايكويشنز بتاعت التشينجز بتحصل ازاي. لو رجعنا تاني للنورمال، لو رجعنا تاني في الحته اللي في الوسط اللي هي نورمال بي اتش، واحد عنده نورمال بي اتش ويبقى خايفين يكون نورمال بي اتش مش عشان هو نورمال، عشان هو فيه بالظبط كومبنسيتد، يبقى هتبص على البايكار والكربون دايوكسيد. هم الثلاثه اللي بنبص عليهم. فانا عاوز اعرف الستيتس الاسيد بيس ستيتس، فبنبص على البي اتش والكربون دايوكسيد والبايكار. لو طلع نورمال اوفر نورمال يبقى نورمال اسيد بيس، بي اتش نورمال وكربون دايوكسيد نورمال وبايكار نورمال، ده نورمال اسيد بيس. لو ايذر از لو، ايذر از لو يعني برضه دي صعبه، ايذر از لو يعني مش الاثنين لو، اي واحد منهم قليل، يبقى يا كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزز او كومبنسيتد ريسبيراتوري اتيروزز. دي صح دي؟ دي صح؟ فكرتوا فيها؟ لو طلع كربون دايوكسيد واطي، لو طلع كربون دايوكسيد واطي يبقى كومبنسيتد ريسبيراتوري اتيروزز. اه لان دي نورمال بي اتش. لو طلع عادي يا اما البايكار يبقى واطي صح، يبقى الكارب البايكارب واطي النور بيتش يبقى كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوز صح. يبقى لو ايهم طلع لو يبقى كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوز او كومبنسيتد ريسبيراتوري الكلوزز. يبقى نرجع للبي اتش عشان نعرف البرايمري دور كان ايه، عشان نعرف البرايمري لان الدور ما يعرفش هو الكومبنسيشن. فالبي اتش اكتر من 7.4 يبقى كانت الكلوزز، قصدي اقل من 7.4. اقل من 7.4 يعني اسيداتك، لو لا تبقى التوأم صح. لو طلع ايهم عالي، ايهم مش لازم الاثنين، دي صح برضه دي ولا لا؟ لما تحكم فوقهم لازم تعمل معاك، اصل دي مش ممكن تتحفظ، لا يمكن تتحفظ يعني. هي لو كانت ايهم عالي الكربون دايوكسيد عالي يبقى البي اتش نورمال والكربون دايوكسيد عالي يبقى كومبنسيتد ميتابوليك ريسبيراتوري اسيدوزز. بالظبط البي اتش نورمال والبايكارب عالي يبقى ده كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزز صح. دي كمان دي معقوله. ممكن بقى انتوا تكتبوا البي اتش من الاول، تكتبوا نورمال ولا كلينيك ولا سيدوتيك، انا هحاول اعملها معاكم. لو في الكالينيا نراجع دي مره تانية، لو في الكالينيا غير الكالوزز
الكالينيا هي اتكلوزت، لان الكالينيا معناتها ان البي اتش اتغيرت. حتى لما يكتب كومبنسيتد ما يقدرش يكتب كومبنسيتد اسيدينيا، يكتب كومبنسيتد اسيدوس. اسيدوس واكتروس هما الستيتس، لكن الكالينيا والاسيدينيا هما التشينجز ان البلاد، الاكشن تشينج ان البيتش اوف البلاد. الكالوز والاسيدوس ار ذا ستيتس ذيم سيلفز. لو الدنيا الكالينيا يعني بي اتش مور 7.45، نبص على الكربون دايكسايد. الكربون دايكسايد اللي هو كان الكربون دايكسايد ده ما هو 45 دي ارقام ما بتتقالش، ما بتتقالش مكتوب عندكم في الجنب الناحيه الثانيه كي بي اي. لو 4.726 كي بي اي ما بتتقالش اقل من لتر مركي. لو لقيته كل الكتب اللي مكتوبه بالكيلو باسكال، لكن اني واي انتوا عارفين رقم اي رقم. اعتقد الماشينز اللي عندكم بتطلعها بالمليتر مركري. فلو كان الكربون دكسايد لو الكلينيك والكربون دكسايد لو بروتالس بلاتري الكلوزس، مش كده ولا صح؟ وصلت الجزء اللي هنعمل باي كار، الباي كار طلع لو وش كومبنسيتد طلع لو من ان كومبنسيتد. وبالعكس لو طلع الكربون دكسايد نوت لو، الكربون دكسايد نوت لو ما قلناش نورمال ولا قلنا هاي، هو نوت لو. فيبقى هنبص على باي كار، والكار باي كار عالي مدى ميتابوليك الكالوزز. يبقى ارجع بص على السي او 2 عشان الميتابوليك الكالوزز المفروض تعمل انهبيشن للسبريتين سنتر، فتكون بتريتين الكربون دكسايد. يقوم يبقى لو عالي يبقى بارشل كومبنسيتد، لو طلع نورمال يبقى ان كومبنسيتد. ولو طلع الكربون دكسايد قصدي لو طلع باي كار عالي يبقى مين سسبكت ميتابوليك يبقى هنكمل بقى. يبقى المرة الجاية انتوا هتعملوا ايه؟ لسه هكتب لكم الساعة كام دلوقتي؟ 10؟ طب هكتب لكم بس كام اسم كده تقولوا ايه؟ البلاجيريزم انت عارف تعرفوا ايه؟ انحاء تشيتنج. بلاجيريزم تحايل. تحايل وغش فدي كلمة بيستعملوا كتير قوي في ال الببلشنج وفي الريسيرش ورك. الناس كتير قوي زي ما انتم عارفين بيسرقوا شغل بعض على كل المستويات، مش على مستوى مصر بس. بالعكس على فكره بقى، يعني بالعكس الناس بيسرقوا بعض في كل حته، وبيسرقوا ريفرنسز، بيكتبوا ريفرنسز بطريقه ياخدوا صور يحطوها وياخدوا اوراق يصوروها وهكذا. فكلمه من الكلمات اللي هي بتستعمل كتير اسمها بلاجيريزم. يبقى دي انتوا عارفينها. بلاجيريزم هتستعملها كتير قوي لما تعملوا ريسيرش او هتقروا عنها كتير. وبعدين لها رولز كده، يعني بلاجيريزم ده بلاجيريزم ولا لا، مش كلها بالسهوله دي. والحاجه الثانيه يا رب اللي هتعملوه هتعملوا ايه؟ اتفقنا هتعملوا الجريد ده، وبعدين هعتذر لكم عن المره اللي فاتت دي. جيت سخنري ومشيت، والنهارده جيت متاخر شويه معلش اعتذر برضه. بس هكتب لكم كذا اسم، هكتب لكم كده تقولوا لي نعمل عليهم كويز. لغايه ما هنشوف خمس دقايق كده هنشوف المره الجايه مال الثاني.
بقى هيقول لي الحاجات المكتوبه دي. احمد امين مكتوب لنا واحده كده تقولهم لنا، كلهم مضادات حيويه معروفه. ايه؟ سافرازون. ليه ايه ده؟ ايه السافرازون ده؟ صح. ايه هو؟ ايه؟ كابلوسفور. ايه؟ سيرجينيشن. ده راس سفن اللي هو ريسكو له ميزه مهمه كده، السافرازون. هاف لايف طويله السافرازون اهو. هاف لايف طويله بتاعت مره في اليوم. حتى لما الواحد يبقى عاوز يدور في دوز حقي بيديها برضه مره في اليوم. السافرازون اللي هو راس سفن. السافرازون انتوا عارفينه مش كده؟ السافرازون راس سفن ثيرد جنريشن كابلوس فورن بتاخد مره في اليوم. هنعمل بتاخد واحده مره في اليوم. مين يقول لي الاورال كابلوس فورن ثيرد جنريشن؟ ايه؟ سيفودوكسين الاوريلوكس. سيفودوكسين اسمه اوريلوكس. اسمه سيفودوكسين. طيب يلا مين يحدد حاجه؟ ليمو بروكسسين ده الكينولون. تفاني. الليبوفلوكسسين شهرته في السبيت فلاك انفكشنز اسمه تافانيك. الليبوفلوكسسين الليبوفلوكسسين كينولوم يعني من عائله السيبروفلوكسسين والاب الكبير بتاعهم الجلد بتاعهم. مين جلد الكينولومز؟ الليكسيك اسيد. الجلد الكبير بتاعهم الليكسيك اسيد. الكينولومز فضلوا معروفين فترات طويله على انهم الليكسيك اسيد بس لغايه ما لقوا عندهم عيلة كبيرة عيلتهم زادت كل الجروبس سيتروفلوكسسين اوفلوكسسين دوفلوكسسين ليبوفلوكسسين مجموعة كبار كده وفيري بوبيلر انتيبيوتكس. قول يا محمد مسؤول ايه؟ البيبسلينام ده بسلينام والبيبسلينام دول ريفرس سبيكترم بنسلينز. دول ريفرس سبيكترم بنسلينز سمعتهم اساسا في اليو تي ايز ريليتك انفكشنز بيستعملوا لونج تيرم. ذا ريفرس سبيكترم بنسلينز دول بيستعملوا الجيجات نيجاتيفز وبس. معكوسين ان البنسلينز اساس شهرتهم كانت الجيجات بوزيتيفز دول اتعكسوا. مين يعرف يقول لي البنسلين اللي بيبقى افكتيف اجينست سولومونس؟ ايه؟ البنسلين بالظبط كده دول انتي سولومونس البنسلينز بيبقوا دايما معاهم وبيكومباين. صح؟ هتقول لي حاجة؟ بيكومباين مع ايه من دول؟ مع التازو باكتر. التازوسين. التازوسين ده برضه من الأدوية اللي أنتوا بتقابلوها كتير في البراكتس. مكتوب موجودة تستعمل بس كتير يمكن في المستشفى على بعضها. تيكرسيلين مش مع تازوباكتم كده، تيكرسيلين كان مع واحد. انت قلت بيبرسيلين مش كده؟ بيبرسيلين مع تازوباكتم، انما تيكرسيلين مع واحد تاني. تازوباكتم مع بيبرسيلين. مع بيبرسيلين اللي هو التازوباكتم. والتاني اللي هو الكلاجلانيك اسيد مع التيكرسيلين بيعملوا التيمنتن. انتوا عارفين اوجمنتن؟ الاوجمنتن فيه كلاجلانيك اسيد. فالتيمنتن عامل زي الاوجمنتن فيه كلاجلانيك اسيد. مع تيكر سيل. التازوسين تازو باكتر مع مع بيبر سيل. تازوسين من الادويه المعروفه بتستعمل اي حد يمكن مش عارف الاسيو اكيد قبله. يعني تازو باكتر ده ايه؟ تازو باكتر ده انا عارف تازو باكتر ده ايه؟ بيبر سيلين مع التازو باكتر ده بنسلينيزي. ده انزام هيبر. بالظبط انزام هيبر. هو مش دي باكتر كان بيبقى كومباين مع تاني يعمل التازوسين. طيب مين عاوز يقول لي حاجه كمان؟ قول. اميكاسين ده مادة جلوكوزايد. اميكاسين ده مادة جلوكوزايد اللي هو مثله يعني البرين. الاميكاسين هو اكتر واحد برود سبيكتر لانه بيريزيست الامادة جلوكوزايد مش انه بيتكسروا تسع انزيمز هو بيريزيست نص اوف ذيم. فالاميكاسين هو الموست ريزيستنت اوف ذيم هو البرود سبيكتر. الجرامايسين هو الأمانو جلوزايد المشهور. هو الأمانو جلوزايد الأشهر
في انتيبيوتكس من ضمن عيوبها الاكسبنس، الدارومايسين فيري تشيب فيري افكتيف فيري توكسيك انتيبيوتيك. لو عندهم بزاز دون توكسيسيتيز على الودن وعلى الكيدنيز وعلى النيرفس سيستم. لكن الدارومايسين اشهرهم على الاطلاق اسمه جنتامايسين، دي اسمها ثانيه كتير، دارومايسين معروف. الاميكاسين هم نفس المجموعه، ليبو بلوكسيسين انتوا قلتوا ده ايه؟ ليبو بلوكسيسين بروتاكين كينولون او فلورو كينولون صح؟ والكفرادين الكفرادين فيرست جنريشن كفرسفورين اسمه ديوريسيف فيروسيف. كفرادين بيكتبوها بتنقص سي بال زي الكي او السي سيفرادين او كفرادين. يبقى في الكفرادين ده فيرست جنريشن كفرسفورين بيتاخد اورو بارنتال افكتيف اجينست جرام بوزيتيفز، النيجاتيف قليل، البيتا كريز بيكسره. المجموعه اللي هناك دول المجموعه استريلندا مونو باكتر، المونو باكتر اللي بيشتغل اجينست جرام نيجاتيفز وبس. الاستريلندا اسمه زاكتم ايه اللي هو الفايروس اللي هو الاوكسيليمون بالظبط. هي هايل هايل زايوكس اللانزوليد افرزوليت افيلبل ان ذا ماركت اند نيم اوف افرزوليت. اللانزوليد ده مشهور في البي ار اس اي وفي الشست انفكشنز ريزيستنت. اسمه لانزوليد زايبوك اوكسازوليدونز، مجموعه الاوكسازوليدونز ما افتكرش ان في ممبر تاني منه الا هو ده دلوقتي، ما اعرفش يمكن زاده. لانزوليد استرينات السيراستين ده بيمنع تكسير ال الاميبيدم في الكيدني، ما هوش انتيبيوتيك. اعمل كده زي ما كانوا بيحطوا الكوبنسيد مع البنسلين عشان يديلي الاكسبريشن بتاعه. بس خلصت ان مع الاميبيدم الدواء المشهور اسمه فاجان دورمايسين كفرادين. ما اقول يا محمد سيبوبارازوم ذا ثيرد جنريشن بارنترال كفرسفورين بتتكلم صوت الليم اوف سيبوبيت. سيبوبيت بتفايد صل المكتاب في التفوم صل فرازون. ايه تايكو بلانت ده؟ صح التايكو بلانت ده الكاربوسيد اللي هو جلايكوبوتايد زيه زي الفانكومايسين. الفانكومايسين مستعمل مشهوره، استعمل في ال في الايه؟ في المرسم في الام ار سي صح؟ في ال وانيروبيك انفكشن انوريك انفكشن بيعالج الفسيل الفسيل، سواء في الانفكتد بوتاردايتس، سواء في الكاتيتر ريليتد بيرتونايتس. الناس اللي بيعملوا بروتين دايليسز والحاجات دي استعمالاته قريبه او اخوه في الجلايكوبيبتايدز التايكو بلانين. التايكو بلانين ريزلت اوف بابل انتيبيوتيك ان ذا كوميونتي بس معروف موجود افيلبل في البلد. تازو باكتر اميكازين ليبوفلوكسسن سالترازون سافرازون كل ده وقتهم. طب وميروبيب ايه؟ ميروبيب ميروبيب هو زي الفاينان كونسنتريشن سلاسكي ميسترو اللي هو مش كومبارجر بيتحل على كميه صغيره من 20 سم كده الفاينان عاوز 100 ومن هنا اللي هو كامل كارفابيدم اخد ميروبيدم قصدي اخد ميبيدم لسه دي مصاص ما بيتقصرش في الكيدني مش محتاج تحط له سلاستين. بيجي اندر نيم اوف ميلونين بيجي اندر نيم اوف ميلونين فيري برود سبيكترم. هم المجموعه دي كلها على بعضها بنسلن في ايه بنسلن في ده؟ الاور بنسلن الاور بنسلن لو سبيكترم ضيق الاور بنسلن. طبعا بنسلن جي بنسلن جي ده ايه؟ بنزاسين بنسلن بنزاسين بنزاسين بنسلن لا مش بنزاسين هو بنزاين هو عادي في الصراعي ده بتاخد كل اربع ست ساعات. البنزاتين ده بيتاخد كل شهر بالظبط كل اربع اسابيع. وده خلاص بروكساسيلين ده بنسلينيز ريزيستنت بنسلين بالظبط دي تلاكريز ريزيستنت بنسلين. ده بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله.